حبيبتي، ابن عم اللي لح طردته، ابن خال اللي قضاها بس طردته، سويت التليفون صامت، خليته وضع طيران، الانترنت قطعته حتى ناخذ راحتنا الليله ليلتنا وما حد يزعجنا. والله طردتهم كلهم. انت ابقي خل اشوف على كيفك. افتهمنا؟ شلونك استاذ؟ حبيبي اهلا وسهلا بك. ها شنو عندكم بنات هنا؟ لا لا انت اجدت باوع ترى، قل لي شو تريد؟ استاذ انا جاي حتى اخدمك هنا، أنا بعدين وصوني عليك من جوا انه لازم اخدمك، بعيدا عن هذا كله انا عندي شعار يطب متونس خطاري يطلع متونس خطاري يطب متونس خطاري يطلع متونس خطاري يطب متونس. لك بابا كافي، منو انت؟ استاذ انا اخوك تبان بحذائك، تبقيني امنع الريحه زين، شيلني يكبر الحذاء وانت بكيفك بعد. لا انا اريد اكبر الحذاء. تفضل اطلع برا. اذن علاقتنا بدت. شنو عندكم نسوان؟ لك والله دا تباوع هيج. عريس جديد؟ لك شنو هالذكاء هذا؟ تدري انا عريس جديد وجايب عروسه جديده وياي؟ وانا متعين جديد وجايب فايلي وياي. حبيبي الله يخليك، شرفت معرفتك، هدى قلبك حبيبي. بس اقدر اعرف انت ايش تشتغل؟ استاذ انت شايف هذا القبق اللي انفتح هيجي؟ اي ما يخلون بيه بوتيته؟ صح، مرات يخلون بيه بوتيته مستويه وبوتيته ما مستويه. انت شنو دورك؟ بس بياخذنا. اي انا احسب البوتيته ما مستويه. يعني انت استخبارات بوتيته؟ زين انا شعلي اي طب متونس خطاري طلع متونس خطاري طب متونس خطاري طلع غير. افتهم انت ايش تبي عندي بدون خطاري؟ فهمني انت ايش تريد. ها شنو عندكم نسوان؟ والله قاعد اشوف هيك. هذا المنيو وانا بخدمتك. ها هسه نطلب عشاء يعني؟ اي طول طول استاذ، بس ركز لي على الصفحه الثانيه، راح يجي معده سؤال يا المهمات. استاذ اختار لك اني عندي اكله تموت، فسنجون وياها راشي دبس الرمان بسيفس. اي شيء تلقى بالمطبخ دبه استاذ. الجدر المله تطلب لو لا. الله يخليك كباب استاذ، بس عندي سؤال بلا زحمه عليك. تفضل. انت بعرسك طلبت كباب، لعل لما تروح جناز جاي تدفن وترجع بالاستراحه ايش تطلب؟ اطلع يلا اقفز. شنو عندكم بنات حلوه؟ نزل ايدك. وخطاري يطب متونس يطلع متونس. ماكو كباب. انت شو وقت لحقت تشيك؟ انت رحت هنا بالممر، البوفيه هنا بالممر، لك شنو انت راح تخبلني؟ والله راح تخبلني. فسنجون؟ لا ما اريد فسنجون، امشي، شيل المنيو، شيل المنيو مالتك، اطلع برا. اي طب متونس خطاري طلع متونس خطاري طب. تكويك خو ما تكويك، راح ناخذ راحتنا، اكل معكو. اعذب روحي والله. استاذ ممكن ندخل؟ تفضل تفضل غرفتك. شنو عندكم شلون؟ نزل ايدك نزل ايدك. استاذ بصراحة الغرفة كلش ما عجبتني، راد لها تنظيف. ما يخالف عفوا ما اريد تنظيف. لا استاذ شلون عفوا استاذ، ما ترى متأثر، تنزل عشر دقائق جوه يجيبوا لك معون فسنجون، تعزل دبس الرمان على صفحه فسنجون اكره والراشي على صفحه، تاكلك شويه تصعد تلقى الغرفه نظيفه. انت مخبل عاقل، ما انزل هسه ونا جايين انا على وسه، ما صار معي 10 دقائق. لا تتعصب استاذ، كل سهله تنزل جوه 10 دقائق بس يجيبوا لك. شلون انزل واقف العروسه؟ خلاص استاذ اذا تستغرب ابقى انت، تنزل العروسه يجيبوا لها معون فسنجون، تعزل الراشي على صفحه. لك بابا فهمني انت ليش مصر انه لازم اكو واحد ينزل، اثنيناتنا ما نريد ننزل. خلاص استاذ اهدى، ليش تتعصب؟ تبقون اثنيناتكم يصعد لكم معون الفسنجون تعزلون على صفحة وتعزلون دبس الراشي على صفحة. لك ما مارد مارد، أنا أريد هاي الغرفة تبقى وسخة، أنا وسخ، أنا يسموني بالمنطقة علي الوسخ. أستاذ مخطاري يطب متونس يطلع متونس خطاري يطب متونس يطلع متونس. مع برا مع برا. هذا شو أسوي له؟ يعني أجيب له ساعة وقت على؟ لا ما يصير ما يصير. نظيف نظيف عامل نظيف ولكنه تافه سخيف. نظيف نظيف أخوي. سخيف سخيف شكيب شكيب. اسكت يا اخي، لا تعتبرني زبون بالفندق، اعتبرني خطارك. يا طب متونس خطاري طلع متونس أموري. خطاري أموري. شو تسوي هنا؟ واخيرا اجى واحد بيهم من حلال. اسفين استاذ اسفين. احجو يا احجو يا اسفين استاذ. لك اموري على الاقل اعتبره خطارك مثل ما قال لك.
يطبع متونس خطاري يطلع متونس خطاري يطلع متونس خطاري يطلع متونس أموري شو سو هنانا والمطبخ صاير ذبانة سمسم مو داين تكمية من عدم آلات الكلية أموري شو سو هنانا والمطبخ صاير ذبانة العلاوي داين تكمية من عدم آلات الكلية أموري شو سو هنانا والمطبخ صاير ذبانة والمطبخ صاير ذبانة والمطبخ صاير ذبانة هاي 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 امشي لك امشي خزيتني قدام